السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدأ أسوي أكلة سورية من منطقة الساحل. مكونات الأساسية هي السمك والرز والبصل. هاي الأكلة مشهورة كتير بهذيك المنطقة وكتير كتير طيبة. هلأ هون بالبداية عندي السمك. أنا جبت السمك منظف خالص، يعني نظف الزلمة، بس أنا جبت رجعت قعدت عليه مرة تانية وخسلته ونظفته مثل ما انكم شايفين. رجعت انا نظفته مرة تانية هون بالبيت وخسلته خصلة كويسة. هلأ نوع السمك ايش هو مو مهم، المهم يكون نوع السمك كويس ويكون شوك ما فيه كتير او الحسك ما فيه كتير. وهون كمان عندي 4 كاسات رز بسمتي الحبة الطويلة شايفينه. هذا هو. هلأ اول شي بدي انقع الرز، بدي احط ملح معلقة كبيرة ومي سخنة وانقعه. هاي نقعت الرز، انا هلا ما بغسله بس بنقعه، بعد ما بستنقع بغسله يعني بصوله. هلا السمك بشيله عزي وبنحضر التبله. بسم الله. هاي التبله كتير بسيطه، فلفله حمراء ناعمه معلقه كبيره مسح، كمون معلقه صغيره، كزبره معلقه كبيره، ملح معلقه كبيره، بهار معلقه صغيره، وشويه قرفه نص معلقه صغيره. يعني شايفين بهاراتها كتير بسيطة بس كتير بتعطيها نكهة طيبة. وهي نص كاسة شاي زيت زيتون، واللي بده بحط زيت نباتي. وهي تقريبا نص ليمونة معصورة كمان، وشوية ثوم مهروس. هحركهم هيك مع بعضهم. بسم الله. ما عنده ليمون بحط شوية خل بدل ليمون، خل يعني يا اما خل اي نوع خل عندكم يا اما ليمون، بس انا دايما بستعمل خل التفاح كتير كويس مع الاكل. هلا بدي ابدا اتبل السمك من جوا ومن برا. حط التبلة، الخياشيم شايفين نشيلها لان هي بتطالع زنخة السمك اذا ما شلناها. يا لطيف. هاي كمان تبله من برا. هلا بدي اتبله واحطه بالمصفاه حتى هيك يصفى شوي، تقريبا ساعة بالبراد وبعدين ضالي. بدي ابدا بقلي السمك. هون اول شي حميت الزيت، وهون عندي لوز للزينة مقشر، نقعته وقشرته بمي غالية وبعدين قشرته. هلا بدي احمصه. اول شي قبل ما ابدا، هلا هيك مجرد ما اخذ لون بسيط ما بدي يغمق كتير لاني رز الصياديه بيكون غامق بعد ما بيبين. بسم الله. شايفين بس هيك شوي. هلا هون عندي بصل فرمته جناحات مثل ما انكم شايفين، وحطيت له معلقه صغيره طحين ومعلقه صغيره نشا، نشا مشان ياخذ لون بالقلي كتير كويس وبيطلع مقرمش. هذا البصل هلا انا عم بقليه هذا بس للزينه، وانا كترته شوي مشان ضاقيه منه. هذا اذا قمناه بعلبه لفيناه بمحرمه او بمنديل مطبخ وقمناه بعلبه بالبراد، عفوا برات البراد بالعلبه، شغل الجمعه ما بصير له شيء. بدي استعمله اذا سويت هيك اكله شيء بدها بصل بستعمله. الزيت بده يكون وقت نقلي هذا البصل زيت بده يكون كتير وحامي، يعني كترين الزيت الصاج مثل ما انكم شايفين وبيكون الزيت حامي. هلا لوقت ما ينقل البصل، هي السمك مثل ما قلتلكم حطيته بالبراد ساعة بعد ما تبلته، وهلا بدي قلبته كلياته بطحين الذرة. هذا طحين الذرة الأصفر هذا كتير كويس لقلي السمك، إذا كان موجود بنستعمله، وإذا مو موجود بصير نستعمل الطحين العادي الأبيض. هلا قلبتن ما انكم شايفين وأرجع لكم. بسم الله. شايفين هلا بدي اتركه شوي بالبراد ارجعه ربع ساعة وبعدين اقليه، بيطلع غير شكل، بيطلع منظوم وبقرمش قرمشة اذا ريحناه بالبراد. هلا هيك البصل شايفين لونه محلى، لونه ذهبي، نحن بنقول شقر لونه والقرمشة منظومة كمان. هلا بسم الله الرحمن الرحيم نقلي السمك. بسم الله. طبعا الزيت بده يكون حامي
ننتبه لازم الزيت يكون حامي كثير كويس. شايفين لون البصل شلون طلع مقرمش كثير كويس، طبعا على نار عالية نقلي السمك. هلا في ملاحظة بالنسبة للسمك، ما بنقلبه للطرف الثاني إلا إذا استوى أول وجه لحتى نقلبه للوجه الثاني. شايفين مثل هيك. هلا أنا خلصت أول وجبة وهي الوجبة الثانية، وهي صفيت الزيت مشان استعمله طبعا مو كله لطبخ الرز، رز الصيادية. وهلا هي السمك صار جاهز مثل ما انكم شايفين. شايفين لونه شقد كويس ذهبي. وهون عندي اربع بصلات كبار فرمتهم ناعم كتير، فرمتهم على المكسر مثل ما انكم شايفين، او من دون مكسر بس بدنا نفرمهم كتير يكون ناعم. وهي البصل اللي حمصته، وهي الجوز كمان اللي حمصته، وهي البهارات الرز. وهلا بدي ابدا برز الكبسه. هي الزيت اللي انا صفيته، هي الزيت صفيته، واخذ شوي يعني تقريبا كاسه شاي من الزيت هذا اللي قلينا فيه السمك منكه بنكهه السمك، هو اللي بدي اطبخ فيه الرز. وانتو حسب ما بتحبوا بتكتروا الزيت بتقللوه مثل ما بتكون يا بالرز. هلا بعد ما حمي الزيت اطب البصل، بدي احمص البصل بسم الله الرحمن الرحيم لحتى ياخذ لون بني، بس نروح ونجي ونحركه على نار عالية لياخذ لون بني. وهلا بعد ما اخذ شوي لون لاحظت التوم مهروس تقريبا معلقة صغيرة مليانة، تمام خليكم مع بعضهم. هلا هذا اللون اللي بدي اياه مثل ما انتم شايفين ذهبي غامق، شايفين. هلا بدي احط البهارات. هون اول شي عندي معلقة صغيرة قرفة ومعلقة صغيرة بهار اللي هو السبع بهارات، وهذا بهار السمك خاص هذا بالسمك، انا جبته من البيم او من السوبر ماركت موجود، هو بهار خاص بالسمك يعني. خليكم مع بعضهم. وهي كمان الملح بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الرز بدي احمصه كمان شوي مع البصل. بسم الله. طبعا انا هلا وقفت النار، كنت معلية النار عم بحمص البصل، بس هلا وقفتها بحمص الرز شوي. يا سلام على هالريحة، ريحة موصلة لراس الحارة، ما بعرف اذا وصلاني لعندكم كمان ولا لا. وهلا بدي احط المي. بدنا ننتبه كل كاسة رز تاخذ كاسة وربع مي. نفس الكاسة اللي عم عير فيها الرز هي نفسها معير فيها المي. كل كاسة رز مثل ما قلت لكم كاسة وربع مي، مي غالية. هلا اترك النار عالية عليه لبين ما يطلع بالغلوة، بعدين بوطي الغاز وبتركه لبين ما يستوي لمدة 15 دقيقة. هلا على نار عالية بعد ما صارت تغلي بدي اوطي النار مثل الشمعة واعير. هلا بدي ابدا اعير 15 دقيقة واغطيها ونرجع بعد 15 دقيقة. هلا بقيان ليخلص الوقت لسه في 4 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدي احط السمك هيك بهي الطريقة فوق الرز. بسم الله. إذا الطنجرة بتوسع بنحطهم كلهم، إذا ما بتوسع هلا أنا هيك حاش كفي تنتين. نرجع بنغطيهم وبنتركهم.
هلا هيك استوى الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا اشيل السمك. هاي الرز شايفين شلونه مفرفد. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا لازم اتركه شوي، اتركه شوي اغطيه، ارجع اتركه شوي يتهدى يرتاح الرز، بعدين بنروح على التقديم. انا هلا سكبت بس بدي افرجيكم شلون الرز طلع مفرفد. انا بالي عم بصور طلع الفيديو واقف، شايفين شلون ما لزقت بقى بالطنجره والرز شلون مفرفد. انا هلا سكبت بس بدي افرجيكم شلون الرز طلع مفرفد. انا بالي عم بصور طلع الفيديو واقف، شايفين شلون ما لزقت بقى بالطنجره والرز شلون مفرفد. وهي اكله الصياديه، الأكلة السورية من منطقة الساحل مثل ما قلت لكم. طريقتها سهلة، الطريقة اللي أنا سويتها كتير سهلة، وأكلة كتير كتير طيبة، خرج عزايم مناسبات. وإن شاء الله تعجبكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتعليق هيك حلو مثلكم، وتابعوني على صفحتي بالفيسبوك والإنستغرام ودعموني بلايك، ولو سمحتوا تشتركوا بقناة ابني علي مقدم، قناة علي تك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي أكلة الصيادية، الأكلة السورية من منطقة الساحل مثل ما قلت لكم. طريقتها سهلة، الطريقة اللي أنا سويتها كتير سهلة، وأكلة كتير كتير طيبة، خرج عزايم مناسبات. وإن شاء الله تعجبكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتعليق هيك حلو مثلكم، وتابعوني على صفحتي بالفيسبوك والإنستغرام ودعموني بلايك، ولو سمحتوا تشتركوا بقناة ابني علي مقدم، قناة علي تك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.